مش متسجل باسم حد بس شغال. انا معايا ده ونادر معاه واحد تاني. بصي هتلاقي هنا ارقامنا كلها متسيبه عندك، يعني ممكن تكلمينا في اي وقت دلوقتي هايدي، عشان التليفونات دي مش متراقبه. ها طب وما قالكيش القضيه دي هتخلص امتى؟ انا خلاص تعبت يا دينا ومش قادره. انا عايزه ارجع بيتي وقطي، عايزه ارجع لحياتي القديمه. انا مش بس نفسيتي تعبت هنا، لا انا شعري اصطف من الميه بتاعت هنا، بشرتي اشفت، ضوافري اتكسرت. انا حاسه ان انا هقعد هنا للابد. والله العظيم يا دينا انا كل يوم بفكر ان انا انزل القسم واسلم نفسي عشان اخلص من العيشه الزفت دي. انت اتجننتي ولا ايه يا هايدي؟ ما تعالي بقى واديكي شايفه نادر مش ساكت ومهتم ازاي. ممكن بس ما تقلقيش جولي، ما شفتيش فردة الشبشب بتاعي؟ شبشب ايه وزفت ايه؟ انت ازاي تدخلي الاوضه من غير ما تخبطي او تستاذني؟ اوضتك؟ اوضتك ده مين يا حلاتة؟ ثم تعالي هنا، انا اخش في اي حته في بيتي بشوق وقت ما يهفني المزاج. الا تقولي اوضتي وما اوضتي. يا اختي اوعي انت راخره كده. ابعدي كده عنها. اهو. انا خبط ايه؟ ليه ان شاء الله داخل دوره الميه؟ شايفه الاشكال اللي انا عايشه معاها، شايفه القرف اللي انا فيه. انا اتبهدلت يا دينا وتهنت. معلش يا هايدي، بس معلش استحملي بس شويه. استحمل ايه بس؟ انا خلاص مش قادره. وبعدين بابي وحشني قوي، عمري ما كنت متخيله ان انا لو غبت عنه هيوحشني بالشكل ده. طيب ما انا ممكن اقول لنادر واكيد هلاقي طريقه تقابلوا بيها بعض. طب عشان خاطري قولي له، وانا برضو حاسه ان انا محتاجاه قوي. وانت كمان يا دينا ما تبعديش عني، انا خلاص ما بقاليش حد غيرك. يا حبيبتي كلميني انا في اي وقت، بس طول ما محمد هيبقى في البيت هبقى قافله التليفون ده عشان بس ما اعرفوش يا هايدي. ماشي خلاص. انا نازله اشوف اكل عيش. بقول لك ايه، مطرح ما احطك ارجع الاقيكي. انا مش ناقصه مخمضه وراكي وانت دايره ترمحي مين وشمال. مخضمه ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بقول لك ايه، ما تكلمينيش بالطريقه دي خالص، ولا اقول لك ما تكلمينيش من اصله. انا مش طايقه اشوفك، انا مش طايقه نفسي اصلا. بصي انت واضح انك ما تعرفيش بتكلمي مين. ما خلاص بقى يا انسه كوري، ما ينصحش كده. انسه مني يا اختي، صلح اللي عايش فيك. بقول لك ايه، عقلي صاحبتك احسن، اقسم بالله العظيم ارجعها لكم. لا تنفع طبله ولا طاق. الانسه ايه ده؟ ان شاء الله تعملي حوار في التلفزيون. لا انا خلاص، انا مش هقعد في المكان ده تاني. انا عايزه امشي معاكي فورا. انا مش فاهمه البت يعني كوريا بتعمل كده ليه؟ هتاكل البيت وهتطفشها، اعوذ بالله من نسويه. اهي بلاوي بتشيل بلاوي، ربنا يهلك الظالمين بالظالمين. ايوه يا اختي، ويطلعنا منهم زي الشعره من العجين. اما اطلع اشوف في ايه. انت واحده مقرفه وبيئه وشرشوحه. انت لو عندي في البيت انا استحاله اشغلك شغاله تمسح البلاط باخلاقك المعفنه وبمنظرك ده. انا عندي استعداد اتحبس 100 سنه مع المجرمين وقتالين القتله، ولا اقعد يوم واحد معاكي. انا تشغليني عندك شغاله يا بنتي يا بارده يا سيد غلتي. بقول لك ايه، استبحي بيومك اللي زي وشك ده، بدل ما اقسم بالله اعملها معاكي انا ادبك على شبابك بقيت عمري. عاوزه تغوري من هنا ازحي وانت ساكت. انا هزح ومش عايزه اشوف وشك تاني يا كوريا. يلا يا دينا. تعالي يا بنتي يا كوريا، سيبي البنت الغلبانه ده هي في حالها. يا شيخه انت بتعملي فيها كده ليه؟ ما تزعليش وما تخافيش، البنت كوريا ده هي بنت غلبانه وطيبه، والله قلبها زي اللبن الحليب. هي تطلع 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 وتنزل تنزل تنزل على ما فيش، قلبها ابيض وزي الفل. تعالي يا حبيبتي اقعدي معايا تحت في التقفيصه بتاعتي. نشرب كوبايتين شاي وبعدين بعد كده اهوت نطلع نتفاهم معاها وهتبقى زي الفل ان شاء الله. لا اصلي يصلحها وينزلها يا ام سوكا. انا هاخدها عندي هي وصاحبتها الحلوه دي، واعمل لها شوب على النبي يروق دمها. اصل خناقه كوريا دي مش بالساهل. اساليني انا يا اختي. سيبيني استنى حتى، سيبيني خلينا اتفاهم مع البنت وافهم. يا رايك ايه انتوا؟ هو انتوا ايه غربان مستنيين اللي تحدفوا الحدايه؟ لم لسانك يا كوريا، لا حد خبط لك على باب ولا دخل لك شقه يا حبيبتي. احنا قلقنا من الصوت العالي والترزيع، فخوفنا للبيت المنيل ده يقع على دماغنا. قابلنا ست كتكوده في وشنا فلميناها. خارجه نفشه ريشك علينا ليه؟ ده بدل ما تشكرينا. وانت مالك يا بارده؟ انا وبنت خالتي وبنقطع في بعضينا مصارين كده وبنتعارك في قلب بعض. انت ايه اللي حصلك يا ولية يا تاني؟ ما تتلمي يا بنت يا كوريا. ما تتلمي يا بنت. جرى ايه؟ هيجي علينا كده ليه يا اختي؟ اتلمي يا بنت اتلمي. كل الحكاية انا اخد الستتين الحلوين ده هم نقعد عند البنت نوال نشرب كوبايتين عناب نروق دمهم ودمنا. فيها ايه دي بقى ان شاء الله؟ عناب؟ نشربه في خرجتك انت وهي قادرة يا كريم. شوفي قلة الادب. اشرب يا بنت. عليكي خرجتي يا دي البنت، اخسى عليكي. شفتي يا بنت يا نوال قلة الادب بتاعت البنت كوريا؟ تعالي يا بنت نشرب كوبايتين العناب.
ان شاء الله تنشق كنتوا الجود في معاميع مصارين قلبكم.